حاضرون حاضرون حاضرون. لوين بدنا نكون حاضرون؟ نروح على الكينون يا حبيبتي. وحدة قالي مثلي هيك كبيرة بالجسد بالعمر. منيح في كينون الأول وكينون الثاني، منيح ما في كينون الثالث. وين كنا بدنا نروح؟ وهيك عم بيقول العلم اليوم، وين سفينة نوح؟ وين سفينة الأرمان؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليل. حق الله يلي خلق إمام آدم. ليش بحبه كثير؟ قال له أنا بدي روح وأحرجه. راح لعنده وسأله واحد من يلي بيخدموا الشيطان والجهل مع الترين، يعني كنا بيكتم الضحية. سألوا سؤال مين أحلى، المال أو العلم أو هيك؟ أعطاه جواب الشجر. قالوا أنت خايف من هيك بيفهم؟ قالوا لا ما بيفهم، أنا بدي روح أحرجه. راح الشجر الشجر يهود خيبر. قالوا له علي رفع إجرك، رفع إجره. قالوا رفع إجرك الثانية. وما أوتيت من العلم إلا قليل. ست رب، وكلنا هيك، الحق على تيتا، الحق على جده، كلنا عنا الأمومة والأبوة. لا قلم ولا ورق، عنا الألم وعنا الحق. صرت تعرف رابع رئيس جمهورية بأمريكا قال لهم 44 بهز أمريكا وبهدها، و45 بهد العالم وخاص العالم العربي. مصر مصر بالدنيا، والسوري ما حدا مثلك دريد لحام، واللبناني ما فيني اخبركم شو هاللبناني ملبنان. اليوم في اثنين من لبنان بدي يسبون من قلبي 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 قلبي، لو ما تركت العالم قلت على شرق وغرب تركت العرب. واحد اسمه هشام في هالسوق، هشام شبي. يا حبيبي يا هشام من عكور عوينات، لك شو هالكلمة هالضيعة؟ هلأ مين بدي يعلمنا؟ البلدية، ما حدا بيضيع بالضيعة. عند هشام تاكو تياب المدرسة الحكومة، هو محامي كبير احترامي للحرامي صاحب العصا، واحد من الجمال لأنه فضحهم. واللبناني كمان، مين عمل الميزة؟ اللبناني والسوري. أهضم شيء بالأكل بالطبخ شو ما بدكم، بالتياب وباللبس وبالدبس. كلنا بدنا نرجع نبكل. نعم شيء بالسكر، بس أنا بيت السكر أسمر. قال له الفرق بين الأسمر والأبيض، الرجالين عريانين بتعرفوا، بس في واحد منهم لابس جرافات. هلأ ما في خبز في لبنان تحت الألف متر ونطلع لفوق ونعيش معه. نعم أثنين وأكثر من أثنين إن الكرامة قد مروان عبود هيك فشخة بنية اللي حد. وهشام يا حبيبي على هشام وخيو زيارة كإذن سخليه. أنا عبيبك من كل الحكام العرب، كل يلي بلبنان انتو اهلي وانا عبيكم خادمة. ليش في سرطان؟ هي امي كان في سل حتى بيت باللقلوق عند البدو صح. هلأ مين بده يساعدنا؟ البلديات كلها بدي يكون بالبلدية. هلأ كيف تحت الصيدلية ولي؟ قالت له هزات اللي وانا كيف تحت فاتورة؟ قال له رفعت التنورة. مقصومين ما بينطق هدول، ما بينطق. ليش؟ لأنه ذكي مهضوم بيفهم. راح المدرسة أول يوم قال له ما خلصت بعد مش راح بكرة. هلا المدارس كلها، المتايس كلها 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 عم تتسكر، مطاعم عم تتفتح كلها، أكل كله في سموم وهموم وغيوم. لتكن مشيئة يا الله، وتهزي بالأكوان فرحا وابتهاجا.
بكل بلد في ام العبد وابو العبد سبتوا عن طريق النص رجعوا كل العرب حالكم قاعدين ببيتكم يعني بيحكي مثلكم يا حبيبي انا مش بحسبني الملك حسين حسين الملك يا حبيبي يا فيصل كلنا وعبد الله ورانيا وشيما وكلكم غزاؤنا دواؤنا ودواؤنا غزاؤنا السرطان اجى منهم من باب النوم الى باب الخط يا حبيبي ندور جاري كانت اجمل سهره بحياتي هو حارس بينوني بوجهي انا ما بشرب قهوه اللي بشرب فنجان قهوه انا وياه قلت له ايه كنا هيك نشرب قهوة وبعدين يلي يبقوا بتناجين القهوة نحط شوية مي من هون ونعمل فيهم حقنة شرشين نغسل باب النطق وباب النموس باب الخط كان عندنا كل شيء بدون ما لبنان قال الله كلمة سوريا من عربية الأرمن حكيوها الكوفة يا حبيبي يا صدام حسين أنا وهو بنته غطي وجهه ونروح نشوف وين الفقير بنزل هيك بنزل بنزل نشوف معمر القذافي هيدا خيي وابني بالروح وابنه بنته ومرته وخدمي عنده هلا بنعمل المدينة الفاضلة فيها كل شيء إلا المال حافي شافي يا حبيبي عم توصل الحول في لبنان بس من وين عبوه بيشبهوا بالشكل وبالعقل نعم تلات بدومة مروان مغي مغي إن لم تعودوا كالأطفال تعلم آدم الأسماء صرنا ما كنا صرنا آلة كده أنا بيظبط قيادنا بحديد افتكروا انه هالتكنة وهالمكنة وهالحديدة عم بتغني 24 ساعة انا ما بنام تقريبا بنزعج بالبناية كلهم يا حرام ضحية الجهل مش بس بيدخنوا عم بيحطوا السرطان وامراض كثيرة بالقطر مين اللي عم بيحطها؟ الجهل والانسان عدو ما يشهد خلص الحق علي انا نحن كلنا للبطن كلنا تحت البطن تحت السرة تحت الذكرى تذكر يا تيتا انه بس في ماما كانت سنين خبرتهم احدي عمل صار 10 شهور حبة تحكي كانت 24 لطفة ما بقى شو عم ناكل وفينا انطوى العالم انطوى استوى هذا سر فوق العلم وتحت العلم وجعلنا من الماء كل شيء حي مبذرين اخوان الشياطين كلنا تيتا بدك اني اكتبه شو بدك تكتب يا تيتا بدنا ارحل لو ما انا هتنام جوين حين ارحلت بدي ارحل من العقل والفكر الى الكفر والى الجهل تتعلم ان الامومة والابوة بالرجل وبالمرأة مرتا تحب الانت كمان بيطلع هالجنين دغري بتعرف يرضع عليك اذا مرة بيه شو بدك فيها هلا بفلك الحلمة انا عم حكيكي ما بدنا هالمدارس والمطبات والمكبات كلها كبوها نعم يا حبيبي ليش في حرب وين الحب ليش السلاح عليكم وين السلام مين فرض حاله ميت؟ التفاحة حقكوا هيدا هالكتاب مش من أهم الكتاب خير جليس الحب أنا بقرأ أوشو أكثر شيء 9 سنين على المسجد في الهند عطى إشارة من أين هالإشارة جبتها؟ من محمد شو خص محمد؟ قال من 50,000 سنة حبيبي يقولوا حي هالمفاصل الحبيب قال وجعلنا من الماء كل شيء حي
هالكتاب تحوا بإيدكم كلكم، وهالكتاب بدي أقدمه من قلبنا. أوقات بعمله بالقلب الكتاب بيقول لي بالمقلوب يا محبوب وكل ممنوع مطبوع. كتاب اسمه What Now Adam، كتاب الرجل. من هو الرجل؟ الإنسان رفع الميزان بالإنسان. لا أنا امرأة ولا أنت رجل، لأن أموم وأبوة. هالكتاب أهم كتاب، مهم. ظهر هلأ في غيوم، بس ما منشوف من الغيوم، ما منشوف النجوم. شنك آخر آيات في القرآن الكريم، بس حدا يسب الإسلام والواقع بشوف. أنا كنت أضحك، وكل كفار الإسلام كلش بالأشرفية والمناطق المسيحية كله مني، ما كان في ولا مسلم هون، واشتروا التوت وما فينا نشحبه. وأنا ما حاولت أنا أشحبه مشتري له هو الإسلام له. هيدي صورة صغيرة من القرآن الكريم. لا تكتب القرآن، يقرأ كل منا القرآن. إبراهيم بعد ما مدي مرة قال لي مريم كنت مسلم وكنت مسيح، هلا كنت انسان. رجع عنك وجا واحد وعطانا حق التكل كل شيء هونيك هيك كل شيء ربناي بالصدق. بدنا نرجع في اللحية، بدنا نرجع المدينة الفاضلة. يا كل شيء إلى الوراء، لأنه الحق ما بقى الوراء. الرجواني حيات بتطير تطلع عدوما هوني في البلدية والحبيب مروه بمارون هو بيساعدنا، هو المجلس التأديب يعني يأدبنا. ما تعلمت الأدب من قليل الأدب، نار ونور. إذن هالعمل بدنا نكون شخصيا كل شيء اختصاصي. كرمة خيار، ما حدا ما كفاية سمى كرمة وابنه كريم. نعم، ما حدا يحب مريم على التلفزيون إلا هو تحسين. التلفزيون من لا تحسين خيار إلا هو لرفيقة حياة منه يرمو نين من سلالة آخرة دار. ابن 9 سنين بوشو بقوان اسمه رجنيش يعني رجاء الله. حكي على القلب، على جسد صغير لم تعودوا كالأطفال لم تكونوا كالطفولة. ولو بلبنان عنا كما زبلاط نردات هو كتب عربي انجليزي مع زيادة أم أبيها فاطمة الزهراء زينب رابعة الحلاج الحجاج كل هالعربين. احنا عرب نحكي عربي، بس أنا عشت معه في سبيس. خبركم القصة بشكرا بشار الأسد كيف انقتل خيو، وهالمرة في سبيس انقتل ابنه وشبهوا بعضهم اثنين. هيدا اسمه باسل الاسد وابنه سمته بيزل. انت بتحب الحبق خيو بيعود لبسه، صار اسمه بيزل لايونز باسل الاسد. باسل الاسد كتاب الصوفي هيلينج عندكم اياه، وكتاب 99 names of nothingness اسماء الله الحسنى كلهم فينا. الحسن والحسين يا فاطمه. الاسلام هو اسلم الروح واهتز بالكويت. قريبا بحط، ما عندي الا اللابتوب، بس بحط لابتوب ثاني اذا هيدا عمل زيك 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 بصلحها. لا بكون عندي واحده ثانيه صغيره
جنيت عم نظف البيت قد ما بكثير، فإذا إجا الحرامي بيسرقوا بيلاقي شيء بيسرقوا. تذكروا رح يوصل لهذا البيت. يا آدم آدمي أمي أمي هو يلي بيقرأ لغة الدنيا ولغة الآخرة، عنده الأمومة والأبوة. المرأة واحدة صوفية أهل الذكر والصفاء على منابر النور. لا في واحد قاعد تحت شجرة. أنا شو هذا التعب هون؟ مينك أنت؟ أنا عمر بن الخطاب. اسكت هلا أنت عمر بن الخطاب. إيش تزيد؟ كذابين كلكم. قال له إيه معك حق. كذب الأسد إيه. في إجا واحد قال له ناظرك عمر بن الخطاب. في واحد حط دربوش وحط فيه. مار كذا واحد مار كذا واحد. هي نصر الله وهي نصر الله وهي حزب الله وهي حزب الله. أن ترى الألوهية في كل شيء. قال له قرب لي قرب لي قرب. طلع العين العين سن سن الشريعة. العلم علمان أبدان وأديان. ساشات قال له هي الإسلام. قال له هي الإسلام وهي المسيح وهي دين. فينا انطوى العالم الأسرار. بدنا نحط السلام عليكم. أنا أنا نحن 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 أنا أنا نحن ونحن. انت اختار اختبار سلام. وين التواضع محمد؟ التواضع هتجد أتمم مكارم الأخلاق. هلا صار يقولوا قاف حي عين نون ميم ألف لام ميم ألف لام ري. إلى سر كل سورة سترة. هلا الأمراض عم تجي بكثرة، ما بقت سلوس سرطان وشيء بقى لها اسم. لكن وين الحل؟ اعقل وتوكل. روح الواحد أو حد يعطي. كلنا عباد الله الصالحين. أنا بيسبوني هلا صاروا ليلة بيسبوني. معك حق معك حق. بس الكلب بالبيت يا أخوتي هو العلم اللي عم يحكي ضد الطواف للدم. شان هيك كانت طرابلس للأرمن عاصمة. طلع الشيخ هذا من وين؟ زهرة سلوم صيف شوطة. بس طواف 30 ساعة. هلا العلم عم بيقول شيلوا كل الديانات، التدين الالهي الريليجيسنس اوف ذا هارت. صوموا 21 يوم. بس انا ما فيني صوم لاني وحده، قد يكون عندي جار او بجامعه، جامعنا الجامع. هالجامع اللي جامعنا طعمي جائع ولا تبني جامع، ما بكفينا برج بابي. هلا الخبز مضروب كله كله بس فوق ال 1000 متر. تحسين بقدم الأرض وشي إنه منعمل كويخ صغيرة من خشب من الرعب. واحد أحلى ناس من السوري يلي بيبني نادر خليل وخليل نادر بيبني أجمع لكل العالم. كنا ننام على الأرض بيبنوا ما عنا نونية. بعدين صرنا بعدنا عم بيبني وكاكاو ونكلون وبي يضربنا. حسوا ضربون يا من وين؟ اللي عم بكذبوا. قلت له هلا وقفت عليهم يعني على الكذبة. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي. شو هالكذبة يعني؟ مين ما بكذب؟ كذب للنسوين وللرجال. هلا يا حبيبي ما بيغلط ما بيغلط العصفور لعمل سيارة. نحن من السعدين شي ضقرة السعدين. حتى العلم هلا العلم وعلمان أبدان وأديان. اقرأ كتاب الله المقروء والمنظور يا حبيب قلبي. صرنا روبوتولوجيست هلا. ما كان ايه عملوا ايه صغيري وهيك ونحول. اسألوا كلاني روحوا على الاردن وبلبنان بتجوا لعن مريم مش على البيت لهون على الرمليه عند فدوى. حكمة وفنان شت الدنيا. اي حشيش منحش. شو بياكلوا الحيوانات؟ مناكل. شفت لك شي كلب بيقتل كلب؟ شي بسينتك
قال راح على الفرماشية قال له عندك دواء لص راسي؟ قال له سلامة قلبهم يعني شو بهم لص راسي؟ كفو نكتة حلوة بلبنان بسوريا وين ما كنت بلا ضحكة لك. في منكم ببعث له الإيميل بيرجع شوفوا ليش أنا ما عندي أبدا فكر كتبت كتاب أحمر من مريم حكي مع احترامي للحرامي صاحب المجد عصامي واعتصموا بحبل الله ما تتفرق ما في فرق بين الأسود والأبيض الأسود والأبيض نتمه على أي مطعم ما في شيء أورجانيك صرت بعرفه ولا خاطر خاطرني تركت جاي تربي لك أولادك وتركت أولادك جاي في مليون لبناني صرنا 22 مليون بس نحن إنسان هذا أسود هذا أبيض هذا أحمر هذا أخضر شو بيك مخضر أولاد ليش مزرق ليش مخضر ليش هيك ليش هيك بيسدي لأنه عم بيقولوا له بتفهموا بيقولوا له في اثنين قاعدين بالطيارة قاموا حبسوا اللي حبسوا راح اجا وين اكلاتي ولا قال له فكرتك نزلت اكلوا اكلاته صحتين صحة صحة هلا الصيام والصوم اقرا ايها الحبيب يا حبيبي مين بيقرا اي كتاب كتاب خير جليس صديقك هو اللي عنده الكتاب تاني هو اللي بيحبك وبيسبك وبيضربك وبيحبك بحبني قالوا لا للأم قلت أنا معها صالحة خذي هالزهرة عطيها لأجمل طفل عطيتها لابني وهيك المدارس هلا تسكر انكبيت ومطبيت على الطرقات كلها أنا اليوم مشيت حياتي ثلاث ساعات ما في شتي بس وقت بتشتي كمان وبضب المليت علي بيغلط ومريم هسه التلفزيون اللي عندك اليوم حاطه مبارح حاضره يمشي احنا شيء اذا ما غلطنا نتعلم ودورنا ونسمع مرتين وثلاث واربع هلا راح اقول على السكت وسواسه وسواسه بس نحكي هلا كلكم عم تحكوا من خلالي وانا بسمع من خلالكم من خلخي يا خلفان بدي حط كم كتاب ممنوعين ما حدا في منهم انا ما بفهم التكنولوجيا بعت لي يوم محمد كيران اخطر كتب محمد كيلاني بس يحكي الدنيا الوجود كله عم بيحكي من خلال الصبر من هو صغير مر على المدرسه وفي هيك واحد بالكويت كمان سكوت كنت اجي انا ما تحكي أنا هلا صغير بعد تفهميني بس أكبر بالتالي تفهميني هلا اللي حكيهم نعم أحمد فرحان القلب عم يحكي قولي كتير تشينج غير من الكويت يا حبيب قلبي كل الكويت كل بلد عربي عندي شي 200 كتاب هلا بالعربي بس رح ارجع اكتب هالكتب اللي منعوها تقلو كتاب ادم يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي حوي اوشو وات ناو ناو الان هو الزمان والمكان شو هو الزمن وزمان ومكان اي مكان نحن شو جينا نعمل بهالدنيا شو جينا نعمل بهالارض شو دور يا دوارة دوري جينا أنا ما بفهم التكنولوجيا أتخذوا على التلفزيون هشام وزور وحنا وأنطون ومريم وزينب مريم طلعها برميها كتير حسيتي بالقلب يا حبيبي اللي عملت لك أحلى عرس و 11 شهر ناطر ما فتحت بلا ما حبلي عملت لك عرس وعزمت كل الناس يا بي هلأ بالمقلوب يا محبوب ما حدا احترم المسلمين بقلوب مثل هو
سافرت مثل الأشجار الغنم، أنا أتخيل على أرداحه. يا حبيبي عنا حكام مثلنا، صحيح الجهل، محكومين من الجهل. بي افيكتر نوت افيكتر. الأرض، الكرة الأرضية ما تحملنا، رح توقع. رابع حرب، ما بضل حدا يحكي عن الثالثة. قريبا ما تشوفوش هلا اعلن رشاوى برجال كله من ادوبي بدنا نكرمه، كانوا كمال جملات بامريكا. مين انتو تكرموا؟ الله كرم مرداد وخاي نعيمي. نرجع نتذكر تنفعنا الذكرى. لشو بنروح نعمل شوبينج شوبينج؟ اعملوا شوبينج. عايش بيلا عايش بيلا عايش بيلا، بس لانك تزرعني وفرحة. شنو تقرا كلمة اجت للعرب؟ قريبا يكون عندي لابتوب تاني هيك صغير. كان عندي واحد امبارح اعطيته لناس احق مني، امهم وبيهم سوريين، وامهم رجعت فيه وبنتها على سوريا تشتغل وبتخدم المستشفيات. صدق أحلى بيت لكبار العمر بسوريا باللاتينية اسمه بيت الراحة. أنا بحب كل العربية بيت الراحة. أختي الصغيرة هيك قالت لي بيتا لا تسمي بيت الراحة. حطيت الراحة تحت إجريكي، بس تنامي نامي على ظهري أو على اليمين عشمين صعب من أول وضعية. سمي بيت الحياة حلو. وين راحت مريم؟ الله بياخذ الأمان. راحت على بيت حياة. عندك في حياة شو ناخذ معنا؟ أعمل عملت أنت شو عملت؟ شو دا شو جيت أعمل هون؟ عندي كتب عربي وكتب إنجليزي. هاي بكتب أنا أرتاح، شو بدي أعمل؟ امبارح ما نمت أبدا. كان عندي فرح غريب 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 هالفرح. بس البداية زي النهار. أنسانسير أنسانسير. هشامتي رح هو يذبح حي زيادة. يصلح لنا الأسانسير. مصعب مع عبيه شايف وحده مره ختياره طلعت بالانسانسير ونزلت بحده صبيه وحلوه، قالوا لها شو امك ولا هي بدها تكون متنه بتزغر العمر. في نكت مهضومه ما بقدر اقولها هون، بس على التلفزيون بيتركوني احكي. انا بحب العلم، بحب كلمات باللغه العربيه، علم قلب. شكرنيك وحمدنيك وأنتوزا يعني محيط. ما بيقول صاحب التلفزيون شيلوا ولا كلمة. الكلمة نعمة صارت نعمة. لا بدنا نرجع نعيش الشكر. الشكر لله. الله هو يعني هون بتقولي جس مبين كل جنين ما بتتنفس ما بتحكي. ومش في فرق الجنين هلا وبوصير وها أي كتب صوت المية من الكتب كبوها بالبحر يصير البحر حضر. لنقرأ الكتاب يلي بيفتح الباب اللي جد. وقال أنا بعطيك الكتاب ما عرفت تقرأ وتفهم ما بين السطور مش ما بين الصدور، بيكون شقفة حديدي. يا حبيب قلبي ما فيني ما فيني ما فيني، إذا قريت شوي منهم رح جربي مية حكمة. أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تضيء عمرك عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت، ما دمت حول الوقوف على قدمي الجديد.
كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه يا بيه. سأل هل الممكن المستحيل أن تقيم؟ فأجابه في أحلام عاجز، نعم خذت أي من مبدأ قلت بأم الجميوم الهؤوم حتى من ريحته. إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح، وينسى في مذنوب وينسى في الأرضاه. ليس القوي من يدخل الحرب دائما، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما. السلام عليك. الألقاب ليست سوى وسام للحمقى، ورجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسم. وعلم آدم الأسماء كلها، كتاب السوف هيلينج وكتاب 99 names of nothingness. أنا حبيته بإيده لأوباما ورئيس. كلنا شيء من لا شيء هو الجسد، ويعود إلى التراب. شو كانت وصية فاطمة الزهراء أم أبيها؟ يا حبيبتي فوق العلم تحت المي وفوق المي. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. منكون مصلحة جيد، مصلحة جيد، مصالحة. نعم، إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. اعقل وتوكل، هذا هو العدل اللي عم يسموه عمر بالمسيحية أكثر من المسلمين. وأسماء حلوة كثير، جلال وجليل وكمال وكسيدة. كلام وكريم وكريمة. نعم، حنان وحنين وهدى وهادي. ليست السعادة في أن تحمل دائما ما تريد، بل في أن تريد ما تحمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يحمل بلا علم وما في علم وما في حب. شو بدك يعني أعمل قولي؟ كأنك عم تسألني كيف بدي أتنفس يا مريم. ببعث لك بي وبدعي لك بالخير، بعثي لي تكت طيارة تبعت لك على البيت عندك ويصح. هذا هو الفهم يا العلم. كلهم بعمل لهم ديليت وبلوك. في حدا بيساعدني؟ مع السلامة، مع السلامة. نعم، الحياة جمال في المرأة وفي الرجل. هلا مين عم يستحي؟ شجرة اسمها المستحي، حلوة كثير. اللبناني بيطلع كل شيء. خمس فصول. المسيح علم. أنا أتيت لأنك أنت مسيح. شربل قال لأمه من انت فوق يا أمه. نعم. صديقك من يصارحك بأخطائك، لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. يلا يلا. يلا تعرفوا هذا اللي قبل حصان، ما ادري كيف جاب حصان واقع بالبيت. خي هلا اذا بدي اشتري حصان بدي ادفع كثير. طمه خلي يموت، خلي نهين فلوسك لا تهين نفوسك. صاروا يكبوا عليه، يلا تراب تراب تراب. طلع قال له شو عملته لي؟ قال له صرت انا شد اللي ترابك تبعته لي. دعوسن 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 دعوسن. في الزيت وفي الهريبة كالغزال. الغزال أسود وأبيض، هذا عبد من العباد. هلا ما بقى في عباد ولا عبيد، صار في فساد بلاد. نحن السبب، نحن أنا. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف، ابتسامة من القلب. انتبهوا للعطر اللي عم اللي عم بيحطوا امراض كثيره، مش بس سرطان وهيك امراض. شم الريحه بتلتفت، شم الريحه بتلتفت وبتلحق وتفتح مطاعم، مطاعم مدارس مساجد مقاهي ما 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 ما. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. من قنع في الدنيا باليسير هان عليه بالعسير. الكلمه الطيبه جواز مرور الى إذا ازداد الغرور نقص السرور. هودي تحت ثلاث سنين كتبوا. منين؟ من مصر. هلا ما بدنا مصر؟ هلا بدنا نشيلوا المصاروي لأنه عدد كبير؟ نحن مش عدد، نحن عدد.
صلبه القرآن ورحمة وسعة كل شيء إبراهيم. مدينة فاضلة الأم العربية لقلب كل إنسان. يا حبيبي أصمت مطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. بني معروف لحمه البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. جارتنا أم حسين هون كان عندها جنينة من 73 سنة. أولادنا يلعبوا بهالجنينة وعندها حية وهالحية مع أصل حية. والطعميهم كانت إلا غابات هون شجار. بعدين أجوا الاحترامي للحرامي أخذوا هالأرض كلها. وتعرفوا حطوا المسيحية فوق بالجبال وهلأ عندي شفتوا علينا. بدنا نتعلم الأدب من قليل الأدب والظهور فينا. مما شفت ده أنا نحن كلنا. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. ما في حقيقة تيتا إلا الموت والباقي كله كذبة. بس يخلق الطفل بنعرف انه بده يموت. هو ديك ما بنعرفه بنروح على المدرسة وما بحب المدرسة ما خلصي طالبة نرجع بكرة. القلوب أوعية والشفاء أقفالها والألسن مفاتيحها. فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. ألا ماما خدامة عنا مثلك خوافة. أنت بس تروحين الشغل هي تروح عند أبوي. ولا يا ملاكي. قالت اليوم بيك والملاكي بدون يطيروا. طيري يا طيارة. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياها الحياة عندما تكون قد فاقت شعرك. هيدا في واحد عنده نسوين اثنين، واحدة بتشيل الشعر الأبيض وواحدة بتشيل الشعر الأسود، صار أصلع. مين بده يرضي؟ مين بتحبنا؟ قال له كل واحدة بحبها أكثر من الثانية. يا حبيب قلبي المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. لو فقر رجل لقتلته. عظمة عقلك تخلق لك الحساد وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. يا حبيبي اللي عنده كتاب وصديق أغنى الأغنياء. رح ضل بهالأم العربية ورح ضل بلبنان. ما زال عندي هالشوكة. مروان هودي جوين ومن وين شكليا أنتو صعب بالشكل بيجي بيجا ذكر وانتو بشيء ذكر وانتو. كل البلدية بدأت سألنا بدنا البلدية وش اللي البلدية كيف تحت الصيدلية هزت اللي وكيف انت تعفت ورا رفعت التنورة. ضلنا نكررها نكررها تتكررنا. بلا نكتة ولا أم العبد أبو العبد تحكي. نعم عظمة عقلك يا ربي قلبي وين إني هالعقل. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة أو إم تخلص. بس هيديك لا داعي للخوف من صوت الرصاص. فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتك. تعرفوا اللي قالوا لك ولا خذ هالفرد وهالفرد 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 وروحوا كلكم نقوص مرتك. فهمت؟ واذا ما قوصتوها بدي اقتلكم. يروح يحط الفرد وراح تاني تالت راح قتل. الرابع اجى قال له مين هيدا اللي بلا اخلاق بالمره منه حطت الرصاصه بالفرد. بدي اختبره. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً والقزم عملاقاً والخفاش نسراً والظلمات نوراً. لكن أمام الحمقى وين؟ وين الحمقى؟ وين الوقت؟ شايفوا الفنجان وبتسكت. سوف تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. قال لها شو بك سكرتي قويم؟ قالت له نو طلع التليفون غلط.
بس بيسرسروا سرسر على التليفونات، بيبقوا ماشيين وعم بيسوقوا مع الموبايل. بس مريم ما بتعرف تستعمل الموبايل، عطيوني موبايل غالي ومنيح، تليفون البيت وما برد، ما رد سؤالات سخيفة. مسكين زوجها حب شعره طويل، بس شايف انه لسانه اطول. اذا اردت ان تفهم حقيقه المراه فانظر اليها وانت مغمض العينين. قالت له انا بسمع له هيك لجوز شو عم يحكي، خليه يفكر اني عم بفهمه، بس انا كون عم بفكر بشيء ثاني، خليه يعرف انه انا عم بفهم. اذا عندك رغيفين كل واحد اشتري زهور بالثاني، بس بالاول نفسي ثم نفسي ثم نفسي حتى يشهد نفسي وما توصف الا بحالك وكيف الحال يا محتال. من يقع في خطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان. قوة السلسلة تقاس بقوة أضعاف حلقها. يا حبيبي، يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هوى بضع دقائق وبلا ماء كل العمر، وبلا ماء جمعتين أقل بشيء. حطوا جسمه مثل الجميع 90 يوم ما شفوا نار بالبيت، بس بدك تعيش معه مع ميجي وقدرنا 6 شهور ما حدا فكر بالأكل ولا بشيء أبدا. ولما نأجد بما شوى قال لي الصوفي، رحت مع الصوفيين أهل الذكر والصفاء من 50,000 سنة، الحبيب الحبيب حكي عنه. سرح ضل بأمة العرب إن الكرامة قليلة، قد حدا يعرف نعم الموقع بيت السلام نحن في بيت الله إلهي، يكون في بيت السلام في لبنان في سوريا في بلد هيك عربي بوحنج. بي أخذنا ماشي 4 أولاد نبرم كله وقت إجا نقول سعادة يا الله ما حب الله كله ربعها 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 حزب القوم السوري. نعم طعام حوالي 2 شهرين وبلا أفكار سنوات. نفكر نمضي نصف الأول من حياتنا نركز على المال والنجاح والشهرة، النصف الثاني نبحث ليش على الأطباء والأدوية، خذ هالدواء خذ هالدواء خذ هالدواء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. يا حبيب قلبي، عندما يمدح الناس شخصا قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذموه الجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. الزواج يأتي بدون سابق إنذار كما تقع النقطة من الحبر الأسود على ملابس الإنسان. ما شفت الله المقطع كده على تابلو كبير هالقد نقطة سوداء بس شفتها؟ ما تصدق حدا، احترم أينما توليته. شو ما صار؟ كن عنا صبر 99 صفة وفعل فينا. يا صابر ويا صبور ويا صبورة، جهاد وجهاد، نجاح ونجاح ونجيح، المبلغ أحمد وحمد وحميد وحميدة، يا شيخ ويا شيخة، يا حج ويا حجة. يا الله يا حبيبي، غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وظهره حرق. امشي عندك اجرين اوتوانس ترجو الموت من زمان بالبيت، هلا ما بستقبل حدا بس يفوتوا. انا بطلب امبارح طبخت، اليوم اعطيت لناس حكاني اللي كنت شوي على الطريق انا ورايح، كان عندي وجع بركبتي راح. لو امتنع الناس عن التحدث عن انفسهم وتناول الغير والصبر، يا الله بالبكر ما تسب ما تسبوا الناس، ولو شو ما خبروك عن المشكله ما تسبي. انت سمعتوا شيء بس سمعت ما فهمتوا. اذا صمت العربي الله غربتنا نحن كالأطفال، أن نرجع كلنا إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. اشتكوني نرجع لها الطفولة لها البراءة.
اختار كلامك قبل ما تحكي عنه. الاختبار صفر التعبير، كن عندك النضوج النضج، كن على حذر من الكريم اذا اهنته، ومن اللئيم اذا اكرمته، ومن العاقل اذا احرجته، ومن الاحمق اذا رحمته. يا حبيب قلبي هيدا هو خيو وبدعمه كلهم لمعمر القصر احمد قزات الدم ومصر ماشي بشي لعندك، بس اي تلفزيون بيقبل ان مريم تحكي اللي بقلبنا كلنا؟ بدنا نرضي نعم الدواء الشيطان هيدا فينا الكفر الكافر المسكر الماكر. من السهل ان تحترم الناس، ولكن من الصعب ان تحترم نفسك احترامي لنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. طيب ما بقى عندي اي احترام الا للحق اللي فيه بالحق شوين حاو اثنين في لبنان عبقور ونزل عبقار عوينين هالاسم هالضيعة يلي فيها هالحب وهالعشق بيساعدك شو ما طلبت حسب رأيي هو بيساعدني انا هاللي بدي الحقيقة الى جوانح. يا الله يا حبيبي قلبي مش لازم يكون انه عنده دقن كثير وهيك لحيتك خرجت على لحية حرمة. يا حبيب قلبي اذا بلغت القمة توجه نظرك الى السفح لترى من عاونك في الصعود اليها. من خليني اطلع لفوق ونزل لتحت هيك كانت بيروت الاشرفية شوفها وانظر الى السماء تثبت الله اقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لا وجه له. اينما توجهنا هلا نلاقي الله. البنية الفعل مش انفعال فعل رحمتك وسعت كل شيء. اذا استشارك عدوك كل النصيحه فانه بالاستشاره خرج من معاداتك الى موالاتك. يا ولي اسكتوا ليه؟ اسكتوا ليه؟ يا ولي يا ولي يا حبيب قلبي يا محمد القزاز الانجليزي. نعم ابنه وغيره شبعنا من هالكذبه هلا خلص يا ابني شبع عن شبع مش عن جوع. تكون عندنا مراكز كثير يلي بيجوا هالاطفال معافين مش معافين معرفنا نعيش نعرف المؤسسة من وعدات ومتغدى مبارح تغدات. يا حبيبي إذا كنت غنيا تناول طعامك من الشرق، ولكن إذا كنت فقيرا تناول طعامك متى استطعت. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا أكلنا لنشبع. يا حبيبي عندما يقول لك إنسان أنه يحبك مثل أخيك تذكر قابيل وهابيل. هلأ الأقارب عقارب هلأ ولي أنت 44 أجر وما بتتفركش أنا أجرتين وبتفركش قبل ما فكرت تركني فكر فكري بهالعقرب صارت تتفركش تذكر ما تتفكر كاتر ماكر ماهر هي شغلته. تكلم وانت غاضب فستقول عظم حديث تندم عليه طوال حياتك. لا تجاد البليغ ولا سفيه. البليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. ابتسم وامشي. بسبوني بسبوني هلا صاروا اقل. يا حبيبي حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، وعندنا سوء الخلق يستر كثيرا من الحسنات ترقي. الزواج أخذ عطى وهو يعطي وهي تأخذ. قال له ليلى شو جايب الريموت كنترول معي على السوبر ماركت؟ قالت شو بدي أعمل تأذي هيدا جوزي بيقولوله كل الوقت بفقس هيك وبيشوف وبيتفرج مع هالمجلات الوسخة وعلى المحطات وعلى البرامج. أوسخ برامج بس منتعلم الألم منتعلم الوسخ منتعلم. نعم دون أن يوفر لك جلسة الرجل الثالث يحرمك من العزلة دون أن يوفر لك جلسة ممتعة. يا حبيب قلبي أنا بحب أكون معكم كلكم حبيبكم خاتمي خاتمي.
خادمي عليه بس تقول حاكم عربي بناء خاص في لبنان، انتوا اهل بيتك تاخذ حبه دور تدفع مليون دولار بالسنه، لانه امريكا يعني كل الاطباء اللي هون هم العرب اللي بلبنان مش منيح. هيدا من اختصاصي، سلم لي على اختصاصي. نعم قليل من العلم مع العمل به انفع من كثير من العلم مع قله العمل به. تعتقد بعض النساء ان الزواج هو الفرصه الوحيده للانتقال من الرجل. زوجتك نفسي، زوج هريبي من عند ام ابي والمدرسه، وانا هيك كان عمري 16 سنه، حكيت علي كمان جمله واعطاني الاشاره. يا حبيبي علي، يا حبيبي على بيك وعلى جدك. نعم حتى نرجع الى العلماء يلي هن بامه العرب بمرداد، انه انا ماني راهب لا رهبني في اسلام الله، بس منعزل عن الناس ما بدي اذيكم. يا حبيبي اذا تشاجر فلتان على غنيمه تكون من نصيب الذئب الذي ياتي على صياحهما. تتخانقوا تخنقني فيه. طيب الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين، يوم دخول القفص ويوم الخروج منه. قالت لي شو بيك عم تبحث شو هالوراق اللي عندك؟ تجوز. قال عم شوف امتى بدي ينتهي عقد الزواج. يا حبيب قلبي، الصحة هي الشيء الذي يجعلك تشعر بأن اليوم الذي تعيشه هو أفضل وقت في السنة. الآن هو الزمان. الآن الصدقة. الآن اليقظة. نعم نيالنا عم نتنفس عم نمشي، في شمس برا طلعوا منيح، في شتاء طلعوا تغسلنا، شعرك لفي بضب عقلي. ابو ابني روح ادوس، بسم الله الرحمن الرحيم. هيدا العدد والعده باللغه العربيه مش سنسكريتي، لغه الحكمه. يا الله اذا كنت تخشى الوحده والوحشه فيهم فلا تتزوج. طوشو كل الولاد ولادك، كل النسوان إلك، كل الرجال وكل الدنيا وكل شيء كما تراه يراك. فاتورة التليفون هي أبلغ دليل على أنه الصمت أوفر بكثير من الكلام. ليس الفقير من ملك القليل، إنما الفقير من طلب الكثير. يا حبيب قلبي أنت، أولى لك أن تتألم لأجل الصدق من أن تكافئ لأجل الكذب. عطي شهادة نوبل وعطي وهيك وعطي وهيك، والسيجار ب 10,000 دولار، 10,000 رغيف. مشان هيك الجوعانين أنا بروح بشوف ما بصدق شو عم بيقول. بنتخانق على النفايات، أنت آية مش نفاية. لا شك أن الحياة كانت تبدو رائعة جميلة لو كنا كلنا تولد في سن 80 ونقترب على مر الأعوام في الثانية عشر. 12 سنة عندك أمريكا بتغير اسمك، بتغير دينك ومدرستك وأمك وبيك. مين ولادك يا محمد اللي حبوني وما شفتهم طفاوي على الجنة؟ ما بحس بأهلي أبدا، أنا مين أهلي؟ للي بغمرهم، للي منشيل قناع ونحط القناع، للي عم نزرع المحبة والرحمة والسلام. يطعموني قبل ما ياكلوا. يا حبيب قلبي، ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل الكرم والسخاء بأن تعطيني ما تحتاج إليه أنت أكثر مني. أنا بحاجة لها رغيف روح بعطيه، موجودة في القرآن الكريم آيات كثيرة بمصر، روح بيخدموا غيرهم قبلهم بالفلبين بالحبشة. يا حبيب قلبي هذا المسيح هونيك. خلاص خلونا بالبيت، لم نخلق ولا منموت. هيدي زيارة من جسر لجسر، من غضب لغضب، ونتعلم من القلم والألم. إذا أعطيت الفقير سمكة بتكون سددت جوعه ليوم واحد فقط، أما إذا علمته كيف يصطاد السمك سددت جوعه طول العمر. ما بدي مع الصياد، ما بدي أحمل فرد وبرودة. بيي كان يعطينا دبت حط على الزريعة على الجنينة على الشجرة. هودي بني ادم مثلنا، حتى العنكبوت اجت وخيمي على ابو بكر من غار حراء الثور. يا حبيبي كلب السعيد يهز ذلك المنافق ويهز لسانه، قال له هيدا اتصلوا دنبه لهالكلب. قال له يا خي لا بدي اتصلوا دنبه،
قال له هلأ جاي حميد لعنا كل شيء بيفرحها بالبيت. حتى هيدا مرة مستقبل حطوا الفرح وشيلوا الفرح. إذا قرر الرجل الزواج فقد يكون هذا آخر قرار أخذوا بحياته. شيلوا الخاتم من هون وحطوا شو بيقولوا فرحين منهم كان كل جماعة الدروس بالأشرفية حبيبي. هلأ رجعوا فرحنا في ليلة تترر نعم الإنسان الناجح والذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس أذانه ويفتح أذنيه. يا حبيب قلبي ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أخوانهم. لا تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين فلا تنسى لهم مثلك لهم عيوب وألسن. من ركب الحق ولا الحق حق الجنة تطير لعنه تطير عن أصحابه. لا يباع الحطب قبل قطعه ولا يباع السمك في البحيرة. عندما يمشي الكسل في الطريق فلا بد أن يحقن الفقر والنار. وأين النور؟ وأين الكفر؟ وأين الفكر؟ جفر جفر. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي أموال نحن كلنا بس بدنا نعرف إنه موت الموت مش موت الحياة. لم نصل أول منه. إذا أردت أن تحتفظ بصديق فكن أنت أولا وأول صديق. إذا أنا ما بدي حبك من بدي حبني؟ أنت أنا وأنا أنت إحنا مرآة لبعضنا. كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا جيداً. لا يعرفك بالجورب إلا إزاء الشجرة العاقرة لا يقضيها أحد بحجر. وبيش يبدلك بحجر ما عندنا شي تيجي يسره وما عندي وليد تيجي يقتلوا إلا الوليد وليدي كلهم. أسهل كثيرا أن يصدق الإنسان كذب يسمعه ألف مرة من أن يصدق حقيقة لم تسمعها من قبل. لا شيء أشجع من الحصان الأعمى. احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة. لو أعطيت الأحمق خنجر أصبحت قاتلا. أنا مثلك بكون إذا أعطيتك سكين وإذا أعطيتك ابتسامة. نعم يا حبيب قلبي ليس مهم أن تحب المهم أن تحب. أنت بتحبني ساعتها كيف ما بدي أحترمك؟ أنت اللي حبيتني أكثر من أمي وبي. في ناس هيك قالوا لي يا مريم حبيتينا أكثر من أهلنا لأنه عندي الكتاب وعندي هذا الشعور والمشاعر. حسيت بلشت أقرأ إنه أنا عندي يوم بس ما بعرف أحكيه. هلا رح أرجع أكتبه رح أرجع أكتب هالكتب الممنوع وفوت على الأمي العربية. كيف بتمنعوا في ولد عمره سنتين وتسعة أشهر كمان اللي عمره بيحكي لغات كثيرة؟ خلص هيك كبسة زر. قريبا رح يكون عندي لابتوب تاني بالبيت. خبرت من دير عقيب ولا ناس بيت أكل لأن حسيت عن بعض نفس لولا قهر الحال لما بحكي بالمحال. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان. من بعد شو؟ بعد ما ضربت وقتلت وعملت وشلت وحطيت كل الظلام الذي في الدنيا لا يستطيع أن يخفي ضوء الشمعة صغيرة والضوء العتمة كبيرة. أنا عندي عشق للسبيكرز وللعتمات وهيك وعشقي لكل بلد عربي. أنا بجي لعندك المشي ما بدي شيء أبدا. لعطاك النفس يعطيك الفلس يا عائشة. خير لك أن تسأل مرتين من أن تخطئ مرة واحدة. من أذنب هو يضحك دخل النار هو يكفي. يا حبيب قلبي بعد دقيقة هلا وخلص يكفي أن تظهر الصوت للكلب المضروب. الريش الجميل ليس كافيا ليصنع طائرا جميلا. يسخر من المصلح كل من لا يعرف الألم. هالعصفور حطيته بقفص بعد حقه ملايين بس بعد محبوس. دعوا تنشيل هل نعم قناع ونحط القناع ونقول الله أكبر ربك فكبر ربك فكبر مودتك تدوم مودتك تدوم. بعثوا لي إيميل في شكر في صدقة مشارك في الشكر
مش خلقنا الله فنزرع الخير، وبشكركم وعملنا للقلب للقلب لخدمة الجيب كمان يا أولي الألباب والفقر رجل لا تفضل، ولكن شان نعمل بهالمال اعبل وتوكل. بشكركم، سامحوني، والغفران والانتقام.